Welcome to Susan's channel, a channel about cooking, baking, outgoings, and reviews. If you guys enjoy this content, please give it a thumbs up, subscribe, and share the videos with your friends and family. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه رمضان رايحين دلوقتي المحل العربي عشان نعمل شوبينج لرمضان ونوريكم الروتين بتاع رمضان. احنا ما بنروح المحل العربي كل فتره، يعني ما بنروحش كل عشان بعيد، سواء بنروح كل شهرين كل ثلاثه. احنا كنا لسه هناك من شهر ونص، فالمشوار بعيد فما بنروحوش كتير. هنوريكم ان شاء الله المحلات العربي اللي هناك كلها، عشان كل مره بوريكم محل واحد او اتنين. فربنا يسهل ونوصل بالسلامه والطريق يبقى رايق، واوريكم المحلات واوريكم حاجه واوريكم حاجات رمضان اللي بتبقى موجوده عندنا هنا في امريكا. وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه رمضان، اللهم بلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين. So yes، النهاردة هيبقى الفلوج بتاع رمضان، اللي هو الروتين اللي احنا بنعملوه كل 3 شهور او كل فين وفين. So احنا هنوريكم وامي بتشتري الحاجات، وبعد كده في اخر وهنعمل مشترياتنا وكده. So نشوفكم لما نوصل المحل العربي. البت ليلى معانا اهي من ورا، انتم شايفين هي باينة. هي باينة. قولي لهم هاي. احنا وصلنا اول محل اسمه الطيبات، وبنجيب العيش الشامي العربي اهو. وليلى اهي بالعيش. نو في انواع تانية من العيش زي دوت اللي انا ماسكاه، بس احنا بنحب النوع ده. وعندهم بتنجان اهو وورق عنب ال اسمه ايه؟ معجون البتاع. في كمان بامية اهي وبتنجان الصغير. فدلوقتي وصلنا عند مسجد اسمه ايه؟ مسجد الأنصار. اها مسجد الأنصار. هوريكم شكله من جوه، يلا بينا.
احنا كده وصلنا تاني محل اسمه فريش تشويس. امي وليلى خلاص دخلوا عشان هي بتعيط وما بتحبش تقعد في العجل. سو هنا بقى هنوريكم شوية حاجات تبع رمضان وكده. المحل ده اكبر ف تاني اول واحد احنا هناك كان صغير قوي ما كنتش عارفه اصور فيه حاجه سهل عياط او الزنانه. هنا في المكسرات بتاعت رمضان بس احنا هنعمل دوت فيديو تاني. سو انتظروا الفيديو ده وانا بوريكم كل انواع اليميش والحاجات بتاعت رمضان. هنوريكم دلوقتي المدينه الصينيه او الفيتناميه في نفس الحته اللي فيها المحلات العربي بس تمشي شويه. هناك بيبقى اليوفط مكتوبه بالعربي هنا مكتوبه باللغه بتاعتهم فيتنامي او صيني. كل دي المحلات تبعهم بس ما نعرفش بيبيعوا ايه. في منها بتبقى مطاعم في منها مطاعمية. مطعم بيبيع فا. بيبيع ايه؟ فا. الفا هيدا قهوة؟ نو ده شوربة. شوربة مرسومة عليها زي فنجان فكرتها قوي. نو بيبقى طبق وطالع منه دخان. ده الشوربة. ده برضو فا. كل المحلات هنا مكتوب لها فا. عايزة اجربها بس انا مش تبقى حلوة ولا لا. قام نازل اندومي او النودل سوب بس تبقى معاها بقى بيض ولحمة وحاجات كتير جواها هي دي والبصل بشوفهم في التلفزيون سواء بيعملوها. انت ده واقف انا مش شايفة. احنا وصلنا عند بتاع الفراخ بلدي. ده الفراخ دي الحيوانات اللي ما بيبيعوها. وليلى واقفة مستنية دورها في الطابور. احنا داخلين دلوقتي المقابر دي الطرق بتاعت المسلمين ومسيحيين وكله على بعضه. بتاعت المسلمين اللي هو الخط بتاعها الاسود صح لونه اسود هي تمشي على الخط. كل ديانه وليها حاجه. بتاعنا احنا الاسود في اسود وفي ابيض واحمر واصفر وبنفسجي. المسلم بقى ابيض كان زماننا كان اسود. بتاعت المسلمين وهنخش نقرا الفاتحة وندعيهم شوية وهم السابقون واحنا اللاحقون ونوريكم الطرف في امريكا شكلها ايه ونمشي. دي التربة ايه والمفاهمة دي بيقطع مكتوب عليها اسم الميت والميتة وتاريخ الميلاد بتاعه وتاريخ الحج. انا جاية ازور هنا اللي هي صاحبتي ام وسيم اللي انا عليها الله يرحمها. كل ما بنيجي المحل العربي هنا بنعدي عليها نزورها. كنت بحبها قوي زي امي والله كانت هي امي التانية هنا. ليلى امشي انت فاكرة فين التربة بتاعتك؟ الحتة شكلها اتغيرت بقالنا فترة ما جيناش. هذه التربة بتاعتها اهي. هما هنا بيدفنوا الستات كل واحد لوحده الستات لوحدها والرجالة لوحدها والاتنين جنب بعض عادي. ادي اهي اسمها وتاريخ ميلادها والتاريخ اللي اتوفت فيه. هي ميتة 10/3/2010. التراب كلها اهي كل الحتة اللي احنا واقفين فيها
دي كلها بتاعت المسلمين، وفي حته كاني جنبيها بيشتغلوا فيها. واللي في وشنا الخضره اللي هناك دي مش حشيش اخضر كده، ده دوت برضو فيه تراب بتاعت فيتناميين والله اعلم يعني دول المسيحيين. غير المسيحيين في تاني زي الصينيين وحاجات زي كده، بنلاقي تماثيل ليهم عادي. فهي التربه هنا ما شاء الله كبيره، بس المشكله اللي المكان بعيد. انا بحب المدينه هنا فيها كل حاجه، ومعلش عشان انا وهاجر عندنا برد فاصواتنا متغيره او بنكح فاعذرونا يعني. دي شكل التربه هي بتاعت المسيحيين او بتاعت الاديان التانيه، محطوطين على الارض كده زي ما انتم شايفين. اسمه ايه؟ سوبر كينج ماركت. اه سوبر كينج اسمه ورانا اهو، بس كده مش مكتوب بالعربي. مش مكتوب بالعربي، كان الاول مكتوب بالعربي ملك الفواكه. خلينا نروح نلحق البرتقال. يلا لحقنا البرتقال، عاملين عرض جامد على البرتقال، فالناس كلها بتجيب برتقال. بصوا برتقال برتقال برتقال. Em hỏi tay ngọt tay không, người ta kêu không biết mà thấy rẻ. Không mà ta được đâu, em đóng chen vô được đâu. Mà em mình cũng tùm lum nó lần thôi, nó đóng chen mà. احنا خلصنا المحل العربي ومروحين دلوقتي على الطريق السريع او على الفري واي. بس الدنيا زحمه شويه، حبيت اوريكم الزحمه، والمشوار اصلا بعيد. ان شاء الله الفلاك اللي عملناه احنا وهاجر يعجبكم، ولو حابين تزوروا القناه بتاعت هاجر هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، او هحطه في اول تعليق مثبت. احط لكم القناه بتاعتها عشان حابب يزورها ويشوف القناه بتاعت هاجر وليلى. ان شاء الله يعجبكم الفيديو بتاع النهارده، او كل سنه وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم. معلش انا بتاسف لكم عشان انا وهاجر عندنا برد وصوتنا وليلى وبنكح، والصوت بتاعنا مش واضح قوي. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا سبسكرايب وشير ولايك، وتصبحوا على ألف خير، أو سلام عليكم.